الله وعلى بركة الله وتوفيقه. أيها الحفل الكريم، أيها السادة المتابعون الأعزاء في كل مكان، هكذا ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوط الخنجر، شوط الخنجر للجعدان المفتوح. هكذا تعلن بداية جديدة من بدايات التحدي وبدايات المنافسة على أرضية ميدان الشعب في حضور كريم ومتابعة كريمة ميمونة من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد إمارة أم القوين، الذي يرعى في حضوره الكريم بمتابعة مادية ومعنوية لهذا المهرجان والكرنفال والختامي الكبير، خنجر يحمل اسم ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، زايد سيارة خصصت للفائز بالمركز الأول، أبدى مع المركز الأول وأبدى مع انطلاقة فجاج على صدارة الشوط لهجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقوده في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثاني ياتينا غزيلان لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي خليفة بن سالم بن راشد، ياتينا في المتابعة، ومرحبا بك يا ابو راشد في حضورك ومتابعتك على أرضية هذا الميدان ومشاركة هجنك هذه المشاركة القوية. المركز الثالث انتقل مع انطلاقة شاهين لهجن ند الشبا سعيد بن سالم متابعا ومضمرا. اما المركز الرابع فنقلتنا على انطلاقة شامان لهجن شيح السلم عبيد بن حمد بن شينان. الله الله الله، شامان يقدمه لنا بن شينان عمدة المضمرين، يريد أن يكون عمدة لهذا الشوط مع اندفاعة شامان. انتقل إلى المركز الخامس، وفي خامس المراكز يبرز البارز لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني. ما شاء الله في الحضور الرائع. بينما النقلة إلى المركز السادس وحضور مبشر لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى السعيد بن عبد الله بن أحمد بشر الخاطري يحضر بالمتابعة. شد حيلك يا بشر، شد حيلك يا بشر، الآمال تتعلق بحضور مبشر مع هذا الشوط. نبغي البشاير، نبغي البشاير، واليوم البشاير وفي هذا المهرجان البشاير في حضوري وتشريف سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى الراعي الرسمي لهذا المهرجان. شكرا يا ابو احمد. اعود مع فجاج الذي يشتق الصفوف في زحف الزحوف. الله الله يا فجاج على هذه الانطلاقة. هجن الغرافة هي من تسيطر على الأمور، هجن الغرافة التي قدمت لنا الأسماء الكبيرة، قدمت لنا الأسماء العالمية وسطرت اسمها بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ الذهبي في هذا المهرجان وفي كل مهرجان وفي كل مكان وفي كل زمان. سلام يا هجن
الغرابة المملوكة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني المدهش المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم هذه الانطلاقات الكبيرة. ما شاء الله وتبارك الله. ودع فجاج ودع المشاركين المركز الثاني المركز الثاني وتابع غزيلان لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن أحمد النعيمي خليفة بن سالم بن راشد ياتي في التضمير شامون ينتقل إلى المركز الثالث يغير إلى المركز الثاني بن شينان قادم بن شينان قادم مع انطلاقة شامون لهجن سيح السلم عبيد بن حمد بن شينان المري ياتي في المتابعة. المركز الرابع هنا حضور مبشر لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وسعيد بن عبد الله بن أحمد بشر الخاطري. يلا يا بشر يلا يا بشر. المركز الخامس أيضا أتابع شاهين لهجن ند الشبا مع انطلاقتي سعيد بن سالم. والمركز السادس كذلك شاهين لهجن ند الشبا مع سعيد بن سالم. كيلو وين كيلو وين وين يا أخواني وين؟ حد شاف لي فجأة فجاج حد شاف لي فجاج اللي على المركز الاول يرقص طرب مع قيادة الشوط فجاج لهجن الغرافة التي اثبتت جدارتها بهذه القوة الكبيرة وبهذا الحضور الكبير. شوط الخنجر يا المدهوشي يا المدهوشي غد يغادر الحدود يغادر الحدود الى الشحانية والى الغرافة. فجاج إذن لهجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ياتينا في التضمير. المركز الثاني شامون لهجن سيح السلم عبيد بن حمد بن شينان المري في التضمير. والمركز الثالث وصل شاهين لهجن ند الشبا مع المضمر سعيد بن سالم. ومبشر ومبشر على المركز الرابع سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى مع سعيد بن عبد الله بن أحمد بالشر الخاطري. أكتفي بهذا القدر من الأسماء ليعود مع المركز الأول ليعود مع فجاج بالانطلاق الأول. افتح يا كيلو أبوابك مرحبا مرحبا بهذا الشعار الغالي احتراما لهذا الشعار الغالي لهذا الاسم الغالي. الكيلو الأخير الكيلو الخطير الخنجر إلى هجن الغرافة إلى هجن الغرافة. وشوف لي فجاج من يقدم هذا العرض الكبير بالمركز الأول والبداية بدون أي توامر. شوف 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 ركز لي دخيلك على هذا العرض الكبير بالمركز الأول والقيادة الأولى. سلامي سلامي لمالك هذه الهجن العتية لمالك هذه الهجن الذهبية سعادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي اعتاد على الذهب اعتاد على الذهب مع هذه الأسماء القوية. المدهوشي المدهوشي سالم بن عامر يستمر بالمفاجآت يستمر بالمفاجآت. الله الله تأتي الأوامر وتأتي التعليمات لياتي الانطلاق الكبير. انثار مكفي كأنها حصان وافي وفيه الزين ضافي وافي وفيه الزين ضافي إلى الغرافة إلى الغرافة. وتهنئة محملة بالورد والمسك والزعفران والياسمين لأبو عبد الله للغرافة لمعالي الشيخ لسعادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. تهانينا والناموس ومشكور يا المدهش سالم بن عامر المدهوشي على هذه المتابعة المميزة. المركز الثاني شامان لهجن سيح السلم. المركز الثالث لهجن ند الشبا
المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. هكذا كانت نتيجتنا في هذا الانطلاق. شوط الخنجر والخنجر المميز ذهبت مع فجاج الذي قدم لنا هذا العرض الرائع والمميز التي اعتادت بتقديمه هجن الغرافة في المناسبات القوية. سلامي على هذا الحضور وسلامي يا فجاج على هذا الأداء الرائع اللي قدمه مع الشوط. قام راس وانهى الشوط راس بقوة مميزة وفريدة ورائعة. سلامنا يتجه خصيصا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم الثاني ابو عبد الله يستاهل اللي قدم لنا انطلاقة فجاج في هذا المساء. 9 دقائق 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اذا لهجن الغرافة وللمضمر المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من قدم لنا انطلاقة فجاج الرائعة. المركز الثاني حضر شامان لهجن سيح السلم مع المضمر عبيد بن حمد بن شينان المري بتوقيت 9 دقائق 26 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن شينان على حضور شامان المميز. بينما المركز الثالث كان من نصيب شاهين لهجن ند الشبا مع المضمر سعيد بن سالم حضر بتوقيت 9 دقائق بالمركز الثالث وانطلاقة هذا الشوط. 9 دقائق 33 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن ند الشبا، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.